الناس ملاحظة الضيق في المواصلات والزحام، والناس كثير منهم طالعين لأعمالهم لوظائفهم فما لاقين مواصلات، وفي كثير من الناس ربنا من عليهم بنعمة إن الواحد عنده عربية لو صغيرة ولا كبيرة، والعربات الخاصة نسبتها كبيرة ما سهلة، والناس إذا اتشاركت أنت لو طالع لشغلك شلت معك ناس موصلهم بس محل أنت ماشي، بتلقى الناس الماشين محل أنت ماشي، ولو عربيتك صغيرة لو شلت معك نفرين فدي أخواننا فيها أول حاجة منفعة للإنسان الواقف ومقطوع في الشارع ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. انت ماشي راكب في عربيتك براك ما بيضرك حاجة لو شلت معك نفرين ثلاثة، أولا انت بتستفيد قبل ما يستفيدهم، أعرف المعلومة دي، انت اللي بتستفيد، لأنه السيارة بتاعتك دي نعمة اداك ليها الله، ما جبتها انت بفلاحتك، ما تقول خلاص ده حصاد الغربة وانا مغترب، لا كذا سنة ما بركب فيها الناس اللي في الشارع ديل، ربنا ممكن يشيلها منك في لحظة واحدة. فمن شكر النعمة اللي ربنا اداك ليها انك تسخر النعمة دي في خدمة الناس، ده شكر لنعمتك وبتحافظك عليها ذاتها، وربنا بيخلفك. وهناك منادي من الملائكة ينادي اللهم أعطي منفقا خلفا، كل ما انت انفقته الله برجع لك، اللهم أعطي ممسكا تلفا، وقدر ما تمسك انت بتتلف منك في أمور لا قيمة لها. اثنين، ربنا بيرفع بها مصيبة عنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه شنو؟ كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، الله بيسر عليك ويوم من الأيام انت حتجي في نفس الموقف ده، ما تتخيل الدنيا دي دائما لك ما بتدوم. ربنا قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، فقير اليوم هو غني بكرة، وغني اليوم هو فقير بكرة، وحتجي انت يوم من الأيام محتاج دار تصل لك مستشفى والزمن ضيق عليك وموقفك حرج، وحتلقى زول ود حلال يشيلك زي ما انت شلت الناس زمان. ما تبخل، في ناس كثيرة بتتخوف يقول لك يا أخي أنا برفع ناس ممكن يجيبوا لي مشكلة، ممكن يعملوا لي جريمة في عربيتي، ممكن يسرقوني، ممكن يرموا لي بنقو، كويس؟ الناس بتخاف، لكن انت اتذكر قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له شنو؟ مخرجا. انت مش سويتها لله؟ ما تسويها بوبار قدام الناس عشان يقولوا والله فلان ذاك ما شفتوه عربيته ماشيه مليانه وجايه مليانه، ما للناس، انت اعملها لله، ويومك تقع في مشكله ربنا بيرفعك. وتأكد إنه عمل بسيط من عمل الخير ربنا ممكن يغفر بذنوبك الثقيلة دي كلها، ونحن مليانين كلنا يا ناس، أي زول فيه مكفيه. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري قال إن بغيا من بغايا بني إسرائيل، عارفين البغي معناه شنو؟ الزانية، مش الزانية ساي دي حرفتها، ده شغلها ذاته، مش زنت مرة ومرتين، ده شغلها زنا. من بني إسرائيل قبالنا يعني الأمم القبالنا، قالت وجدت كلبا يطيف بركية، الركية دي البير، بركة الموية البير، الكلب طايف بالركية وهي كانت عطشانة شربت من البير بريضة، بعدين لقت الكلب ده لاف في برا، والكلب ما بيقدر يتلب، لو تلب جوا بيغرق بيموت، ولو وقف برا الموية ما بتطلع عليه. قالت لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي، أنا كنت عطشانة زيه. قال فأخذت موقها، الموق ده الجزمة بتاعتها، دخلت جزمتها في الموية وغرفت بها الموية وأدت الكلب. قال فسقت الكلب، قال فشكر الله لها فغفر لها وأدخلها الجنة. دي بغي يا ناس، نحن مرحلتها الحمد لله ما وصلنا، ما
ما فينا زول ممتهن الزنا ها، لكن لاحظ هي بغي مع ذا قدمت عمل خير بسيط جدا، ربنا غفر لها ذنبها كله مع انه ذنبها كبيره من الكبائر. لكن يا اخواننا العمل اذا صاحبته النيه الصادقه قد يعلو على الذنب الكبير ذاته. عشان كده يا اخواننا نحرص عليها. انت لو مشغول ما مشكله، يعني احيانا قد يكون ظرفك ضيق، زمنك مستعجل، امشي عادي، لكن وقتك اللي عندك فضى في وقتك وفي زمنك، ارفع معاك ناس انت ماشي، وارفع معاك ناس وانت راجع، بتلقى الاجر ده كله عندك. حتى الناس الشغالين طرحان، انت مع يومك ده كله شغال بتلقط، لقطت خلاص يا اخي اخر مشوار ده خليه لي الله، بس اخر مشوار وانت ماشي البيت، من ساكن هنا في الدخانات ولا في الوحده وخلاص اخر مشوار سلمته في الشهداء ام درمان، جاي بيتك خليه لي الله، ده شيل الاشاره الصفراء دي خدها تحت وارفع لك كم نفر وصلهم لحد هنا، تلقى لك اجر وتلقى عافيه في نفسك وتلقى عافيه في جناك. ما ننسى يا اخواننا مثل هذه الاشياء والمحن ربنا بجيبها لنا عشان يشوف اخلاقنا نحن وتعاملنا شنو. المحن بتحصل في البلد، تجي فتنه بتاعت عدم مواصلات وعدم عيش وعدم شنو عدم شنو، في النهايه دي بتظهر بها اخلاق الناس ويظهر بها تعاملهم ودينهم. والحمد لله الناس فيها خير والله، والمشاهد اللي قاعدين نشوفها ما شاء الله مشاهد طيبه، خاصه ناس البكاسي مليانين ماشيين وجايين، ودي مناظر طيبه تسر النفس وتربط اواصر المجتمع وتخلق علاقات قويه بين الناس، لعل ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا ما بنا من البلاء بسبب عملنا الصالح. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله.